مجموعة إكويتي جروب. أهلا وبك، أهلا بك معنا لينا. أهلا بك يا فلاح. يعني في عنا إعادة فتح القيود في بعض من الدول جراء تسارع وتيرة التطعيمات، لكن ما تزال نظرتنا حول التعافي الاقتصادي مرتبطة بشكل وشيك أكيد بالتضخم وخطط التحفيز، كيف تربطي ذلك؟ نعم بالفعل كما ذكرتي أنه موجود تعافي اقتصادي وانتعاش، والاقتصاد العالمي يظهر من خلال البيانات الاقتصادية ومن خلال التصريحات اللي عم نشوفها من أعضاء الفدرالي الأمريكي، لكن يعني لا زالت مرحلة الخطر موجودة رغم كل هذه البيانات الإيجابية والانتعاش، وهناك تحسن في شهية المخاطرة نتيجة تحسن في أداء الشركات خلال الفترة المقبلة، لكن ما زال هناك الهاجز الأكبر أو المخاوف هو من ارتفاع التضخم الذي يسيطر على مستثمري أسواق الأسهم. فارتفاع التضخم عم تصعد المخاوف بأن يقوم الفدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية في وقت قريب. ليش؟ لأن يضطر أنه في أقرب وقت يقوم بهذا الشيء، فهذا بيأثر على أسواق الأسهم اللي ارتفعت بشكل كبير وحققت مستويات قياسية. فبالتالي رغم أنه احتياطي الفدرالي الأمريكي قال مرارا وتكرارا أنه لا يقوم بهذا الإجراء وأنه التضخم مؤقت وليس عابر، لكن لا نغفل انه في عندنا مشكله هي مشكله الامدادات او ارتفاع تكاليف المواد الناجمه عن ارتفاع عن كسر سلاسل التوريد، فهذا بالتالي بيضغط على اسواق الاسهم. نعم وجدنا ان البيانات الصناعات التحويليه الامريكيه القراءه تتراجع، والسبب كما ذكرتي كسر سلاسل التوريد بسبب الجائحه. اي الصناعات من وجهة نظرك تأثرت أكثر بكسر سلاسل التوريد؟ نعم بالنسبة للقراءة اللي ظهرت أمس بالفعل هي مشكلة سلاسل التوريد وليس متعلقة بالتعافي الاقتصادي، لأن احنا عم نشوف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأكثر تضررا من هذا الموضوع هو صناعة السيارات أو قطاع السيارات بشكل عام، عم نشوف متأثر من خاصة من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأيضا أشباه الموصلات اللي عم تتجه إلى الأسوأ فالأسوأ، فبالتالي عم نشوف أيضا شركات ممكن عم نشوف مصانع من اليابان، من ثلاث مصانع في اليابان راح توقف عن الانتاج من 3 إلى 6 أشهر، ايضا ام بي دبليو قالت الاسبوع الماضي انه راح تتوقف عن الانتاج لمده 3 ايام، فهي مشكله اساسيه. حتى انتقلت لقطاع التكنولوجيا ايضا الى هذا القطاع بالرغم من تحقيقه عم نشوف ارباح، مثلا شركه ابل حققت ارباح فوق التوقعات، لكن هناك تحذيرات بانه هذا يعني ممكن يكون خساره في الربع الثالث من 3 إلى 4 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أو ما يذكر بكسر سلاسل التوريد، فهي مشكلة يعني مشكلة تؤثر بالفعل على التعافي على الاقتصاد العالمي. تابعنا بالأمس وول ستريت تعود لتسجل أرقام عالية، عندك الداو جونز ومن جهة أخرى أيضا الإس أم بي، يبقى الناس ذاك نوعا ما متأثر بموسم إعلان النتائج. لا أحد تعتقد أنه على الرقم من هذه الارتفاعات، لكن حتى الآن ما نزال لم نرى مستويات قوية كثير، هي نعم مستويات تاريخية وقياسية، ولكن موسم إعلان النتائج ربما هو الذي سيحسم في نهاية الأمر. طبعا موسم نتائج أعمال الشركات ورأينا شركات عم تحقق فوق التوقعات، يعني الاس ان بي 500 نصف الشركات التي أعلنت عن نتائج عم نشوف ارتفاعات فوق التوقعات ب 87%، أيضا عم نشوف أيضا يعني التوقعات زادت، يعني خلال كان بشهر إبريل كان توقعات أنه أرباح الشركات تحقق 24%، عم نشوف هلا تحسن التوقعات ب 48%، ف يعني اداء الشركات ارباح الشركات في الربع الاول ايجابيه جدا، شفناها بالقطاع المالي، شفناها باليونايتد هيث، شفناها بقطاع التكنولوجيا، يعني عم تحقق ارتفاعات نتيجه تحسن اداء الشركات، لكن المشكله الاكبر انه المخاوف من ارتفاع التضخم، انه قيام الفدرالي الامريكي بخطوه انه تجديد السياسه النقديه نتيجه ارتفاع التضخم عم تشكل انه ضغط على الاسواق. عم نشوف قطاع التصنيع والخدمات مثلا في الصين حقق الاسبوع الماضي بعض الطبعات، وايضا عم نشوف الركود او الانكماش الذي حصل للناتج المحلي الاجمالي في منطقه اليورو في اوروبا، فهذا بياثر على بعض مؤشرات اسواق الاسهم، وشفنا كيف الداكس عم بيتراجع. فبس الاسهم يعني الاسهم بشكل عام هي عم حققت مستويات قياسيه وتاريخيه، واحتمال الارتفاعات ما زالت نحن عم نحكي وارده رغم بعض الضغوطات عم نشوف عمليات التصحيح. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، انت محلله اسواق عالميه في مجموعه.